حديث الحج عرفة حديث مشهور معروف، خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد، والدارقطني والبيهقي، كل هؤلاء خرجوه من حديث عبد الرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وهذا لفظ الإمام أحمد. وفي رواية لأبي داود من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وألفاظ الباقين نحوه. وفي رواية للدارقطني والبيهقي قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة، أي كرره صلى الله عليه وسلم مرتين.